بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا أبناء الطلاب إلى القطعة رقم 63. الفيلسوف اليوناني أرسطو من أعظم فلاسفة الدنيا ونوابغ النظر العقلي في تاريخ الفكر العالمي، وقد تأثر به جميع، طبعا هنا جميع تعرب حسب موقع في الجملة لأن ما فيهاش ضمير، وبالتالي تعرب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، المفكرين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، الذين جاءوا بعده حتى بداية العصر الحديث. ولذلك لقب بالمعلم الأول، كان فيلسوفا عالما وباحثا، وقد ألم بجميع حقول المعرفة البشرية كما كانت معروفة في زمانه، وقد تركت مؤلفاته أثرا كبيرا. طبعا أثرا هنا تبقى مفعول به، لأن مؤلفاته هي اللي فاعل. مين اللي تركت المؤلفات؟ تركت إيه؟ أثرا. يبقى أثرا هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، كبيرا نعت منصوب علامة نصبه الفتحة. والاستخرج خبرا لناسخ وبين نوعه، طبعا هنا لما قال لي ناسخ يبقى فتح أمام المجال لتلاتين ناسخ، أؤكد تلاتين ناسخ، كان وأخواتها 13، كاد وأخواتها 10 حسب ما هو مقرر علينا، إن وأخواتها 6، لأن فعل الجنس بقت 7، 7 و10 وتجمعهم على بعض هتلاقيهم في الآخر 30 ناسخ. لازم أبقى عارف كان وأخواتها كلهم يا جماعة، ما بقاش حافظ كان وأصبح وفاكر وناس الباقي، ناسي ما زال وما فتئ وناسي كمان ظل ومن فك وناسي كمان ما دام وصار. وعلى فكرة كمان أفكركم بالنواسخ ديت إنها بتعمل في حالة المضارع، يصير الإنسان قويا عادي، ده خبر يصير. كذلك كاد وأخواتها، نتذكر مع بعض كانت عندنا كاد وكربة وأوشك، دي بتفيد القرب، وعندك عسى وحرى، حري به يفعل يعني يريد يفعل به، عسى وحرى وخلولقة يعني يريد، كل ده بمعنى يريد أرجو، يعني أفعل الرجاء اسمها. وعندك أخذ وبدأ وشرع وجعل، لما تدي معنى بدأ والأخذ محمد يذاكر دي اسمها أفعال الشروع، فخلي بالك مش أخذ محمد حقه، ما لناش دعوة بيها، كلمة أخذ محمد حقه دي بتدل على الأخذ العادي، لكن أخذ محمد يذاكر يعني بدأ محمد يذاكر. وكذلك كل أخوات أخذ بقى، يعني كلمة مثلا شرع لازم أقول شرع علي مثلا يا ابن المنزل كده ماشي، يبقى اسمها شرع، لكن شرع القوانين لا ملناش دعوه بيها دي، او شرع قانونا ملناش دعوه بيها دي خالص، دي مش من اخوات كاد. زائد ان، ان، كان، لكن، ليت، لعل، دي حروف ناسخه، ولن فعل الجنس تعتبر ناسخ ايضا. اذا لما يقول لي الناسخ كتير قوي، انا معلش يعني انتهزت الفرصه وكنت عايز افكركم شويه بالنواسخ، ويا ريت ترجع لها في مكان مكتوبه فيه وتراجعها بايه على مهل كده، عشان الكلام ده مهم طبعا. تعالوا ندور بقى على الناسخ. هنا عندك الذين جاءوا لقب كان فيلسوفا، اهو خبرا لناسخ، يعني كمان مش شرط عليا الخبر يبقى جمله ولا حاجه، شفت انا رجعت اتاكدت، فاقول له فيلسوفا خبر كان منصوب علامه نصب الفتحه، على فكره ملحوظه، عالما عالما ده خبر تاني، يعني كان فيلسوفا عالما، عالما دي مش صفه، مش صفه الفيلسوفا، لا ده هو كان ارسطو ايه فيلسوفا، ادي خبر اول، وكان ايه كمان عالما، فانتبهوا لتعدد الخبر ارجوكم لو سمحتوا، لما اقول العقاد شاعر اديب فيلسوف، العقاد شاعر ادي شاعر ده خبر اول، العقاد اديب، اديب ده خبر تاني، العقاد فيلسوف، فيلسوف ده خبر تالت، مفيش مشكله ان يبقى في رابع وخامس كمان. طبعا نوع الخبر في كان فيلسوفا هيبقى خبر مفرد. لو قلت بقى كانت معروفة، كانت هي معروفة، يبقى معروفة دي خبر كانت، وبرضو خبر ايه يا شباب؟ خبر مفرد. اسم مفعول وبين فعله، خلي بالك من المطب بقى علشان ما نقعش فيه، هو عايز اسم مفعول، هتلاقي كلمة مؤلفات، مؤلف ما تنفعش المفكرين يا أستاذ، لا طبعا المفكر اسم فاعل لأنها من مضمومة مكسور ما قبل الآخر، إنما كلمة مؤلف هي ديت اسم المفعول من مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. طيب فعله بقى، أهو ده المطب اللي كان عايز يوقعني فيه، لازم أقول ألف، لازم أشكل الكلمة شباب، يعني لازم أحط على الهمزة بتاعت ألف ضمة، وعلى اللام شدة وتحتها كسرة،
طب ممكن اقولها في صورة المضارع يؤلف؟ ممكن برضو تقولها في صورة المضارع يؤلف. طيب اسم تفضيل وبين وزنه. اسم التفضيل عارفين انه ليه وزنين يا شباب عشان ما نتلخبطش، افعل وفعلة بشرط ما يدلش على التعجب. كلمة افعل ما يجيش قبلها ما التعجبية، يعني كلمة اعظم اهي، يبقى اعظم ديت اسم تفضيل، الدنيا اسم تفضيل. انتبهوا، اعظم على وزن افعل وما دلش على التعجب ما يبلهوش ما، يبقى خلاص اسم تفضيل. كلمة الدنيا على وزن الفعلة وهي برضو اسم تفضيل. طب الفعل من اعظم عظمة، والفعل من ادنى دنا، من الدنيا دنا. هو كان عايز وزنه بس، عايز افعل وفعلة. فعلا مبنيا وبين علامة بنائه. افكركم ايه الافعال المبنية؟ الافعال المبنية كل الافعال الماضية، كل الافعال الامر، المضارع المتصل بنون النسبة او نون التوكيد. يعني احنا عندنا ثلاث حالات للبناء، الماضي كله مبني، الامر كله مبني، اي فعل امر مبني، اي فعل ماضي مبني، اي فعل مضارع اتصل به نون النسبة او نون التوكيد. يعني الفتيات يخرجن ده مبني على السكون، والله لأذهبن ده مبني على الفتح. تمام؟ طيب تعالوا بقى هنا ندور كده، ما اقول هنا مثلا تأثر، ده فعل ماضي مبني على الفتح، جاءوا فعل ماضي مبني على الضم، عندك لقبة فعل ماضي مبني على الفتح. بس ده مش مبني المجهول. عادي مبني المجهول وبرضه مبني، مبني على الفتح ومبني للمجهول. لكن لو لقيت فعل مضارع زي يضرب مثلا، هل ده فعل مبني؟ لا، يضرب هنا مش مبني لانه لم يتصل بنون النسوة ولا نون التوكيد. استاذ ما انت بتقول اهو مبني للمجهول. مبني للمجهول حاجة ومبني على كذا حاجة، دي حاجة ودي حاجة. علامة بنائه قلنا لو كان هنا جاءه يبقى الضمة، لكن لو كان تأثر يبقى ايه يا شباب؟ الفتحة. طب قد تركت مؤلفاته، على فكرة تركت التاء دي تأنيث، يبقى دي ترك، ترك يبقى في فعل ماضي هو مبني على الايه يا شباب؟ مبني على الفتحة. بقول لي تأملت الكون، تأملت في الكون سوف تدرك ظواهره. بقول لي اربط بجملتين بأداة شرط جازمة. عادي اقول ان او متى تأملت في الكون فسوف تدرك ظواهره. طبعا هنا كل التغيير الظاهر اللي هيحصل انت هتعمله انك تحط الفاء في سوف. اذكركم جواب الشرط اللي هو الجزء الثاني عنده، ده جواب الشرط اسمه كده. جواب الشرط ده يقترن بالفاء في 8 حاجات، اذا كان اسمية او طلبية او جامدة او مسبوقة بقد وسوف والسين ولن وما. اي حاجة من التمانية دول تيجي في الشرط، جواب الشرط يعني، لازم نحط فيه فاء. اسمية يعني ايه؟ من يذاكر فالله معه، يبقى ده كده ليه الفاء جت في الله معه؟ ما اقولش من يذاكر الله معه، ما ينفعش، لازم اقول من يذاكر فالله معه، لازم احط الفاء دي. طيب يبقى اسمية. طلبية يعني ايه؟ يعني مثلا بدأت بجملة استفهام، من يذاكر فهل ينجح؟ اذا هنا جبت فهل، ليه جبت الفاء؟ عشان هل، عشان دي جملة طلبية. الجملة الطلبية اللي هي الامر او النهي او الاستفهام او النداء او التمني، اسلوب الانشاء يعني اللي احنا عارفينه. يبقى طلبية، اسمية طلبية. جامدة يعني ايه جامدة؟ يعني تبدأ بنعمة او بئسة او عسى او ليس. ده امتى؟ انا بتكلم في ايه دلوقتي عشان ما تسرحوش معايا؟ انا بتكلم امتى نحط الفاء في جواب الشرط. اسمية طلبية جامدة او مسبوقة بقد سوف، زي حالتنا ديت. السين حرف نفي اللي هو لن وما، اللي هما لن وما بالذات. يعني من يذاكر فلن يرسب، من يذاكر فما قصر في حقه او في حق وطنه، فما قصر يبقى فلن يرسب، فما قصر فقد ينجح، فسوف ينجح، فسينجح. كل ده لازم احط الفاء، لازم احط الفاء. وعلى فكره كمان افكركم ان لو الفاء جت في الفعل المضارع ما نجزموش، يعني من يذاكر فسوف يعلو شأنه، في الحالة دي ما نجزمش الفعل المضارع، لأن الفاء بتمنع الجزم هنا وتبقى الجملة كلها هي اللي في محل إيه يا شباب؟ في محل جزم. كم من فلاسفة أفادوا البشرية؟ كم فيلسوفا أفاد البشرية؟ تعالوا نفتكر كم. إحنا كنا قلنا إن في كم خبرية وكم استفهامية، صح؟ وقلنا إن كم دي، بص أهو، الخبرية فاكر؟ ما بتحتاجش إجابة، معناها بيدل على الكسرة، تمييزها يجي مفرد أو جمع. وحرف الجر لو جه يأتي بعدها كم من، وإعراب تمييزها مجرور دائما. لكن كم الاستفهامية افتكر معايا بتحتاج لإجابة وتمييزها مفرد بس، وحرف الجر من أو غيره يأتي قبلها. يعني أقول من كم عام ولدت،
من كم عام ولدته، بكم جنيه اشتريت هذا القلم. ده يعني غالبا، عشان بس برضه ابقى اكون في امانه علميه، غالبا في كم الاستفهاميه ياتي الحرف قبلها، ايوه قبلها، وغالبا في كم الخبريه ياتي الحرف يا شباب بعدها. هو من تقريبا مستخدم مع كم، بس هو من ايه؟ كم الخبريه من بس. اعراب تمييز كم الاستفهاميه ماله؟ مفرد، عفوا، منصوب او مجرور. منصوب او ايه يا شباب؟ او مجرور. تعالوا بقى نشوف الكلام ده. فاكر الالفيه كنا بنقول ايه؟ اذا استكثرت بكم دلت على الخبر تمييز مفرد او جمع واجب الجر. وكم للاستفهام بمفرد تميز النصب والجر فيه ايه يا شباب؟ فيه جائز. يعني الاستفهام بالنصب. تعال نشوف بقى الكلام ده. كم من فلاسفه لقيت حرف الجر، يبقى دي خبريه صح؟ يبقى ده خبريه، وفلاسفه هنا مجرور بمن عادي. طب بيان السبب اقول له ايه هنا؟ لان كم من فلاسفه تدل على الكسره ولا تحتاج الى اجابه، وهنا حرف الجر اتى بعدها. طب كم فيلسوفا افاد البشريه؟ دي قطعا استفهاميه. ليه يا استاذ؟ عشان وراها مفرد منصوب. بص، ما فيش في كم الخبريه شوف اهو، ده مجرور دائما. يعني انا كون الايد بعد كم حاجه منصوبه يبقى اتاكد انها استفهاميه، لان مين اللي بيجوز في النصب والجر؟ كم الايه؟ كم الاستفهاميه، لكن كم الخبريه مجرور على طول. فكوني انا وجدت كلمه فيلسوفا منصوبه كده، يبقى على طول اتاكد 1000000% انها استفهاميه. ده انا حتى هقولها في السبب، يعني لما يقول لي مع بيان السبب اقول له لان كلمه كم كلمه فيلسوفا في الجمله الثانيه بعدها مفرد منصوب، وبالتالي هي كم ايه يا شباب؟ كم استفهاميه. اخيرا بيقول لي اكشف في معجمك عن كلمه حقول، هتبقى في حقل عادي جدا، ما تقلقش منها. الحاء باب الحاء والقاف واللام. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كده القطعه 63 تمت بحمد الله.